ديال التمارة والطوفان وهادي وهادي وانت ما قداش قالت له انت قاعده ماشي شغلك ربي من الحج او ديال والد الله يرضي عليك انت يا كذا انت راك حاصله مع الوضوء باغي تمشي الحج شوف والد الله يرضي عليك قال واخا لا غادي نسولك الحال ها الزاد الوالده الحج بعدا اللي باغيه تمشي له واش فرض ولا سنه قالت له انت ما بقاش فرض وسنه بقى قرعه الحمد لله حنايا هنا فرحانين ضاحكين ناشطين ولكن لا يخفى على ذلك ان المخير فينا غارق بالمشاكل واللي ما عندوش كاع المشكل عنده المشكل بحالي في الجيب ربنا خلقتنا مزاليط وفرحانين هذه هي الخاصيه اللي فينا حنا في المغاربه المغاربه ديالنا باش متميزين بهذا الخصلان كتلقى مسكين كحاب لا فرانك لا جوج كتلقى مع ديما الحمد لله واخر الله شاهد ولاني واحد النهار انا كان عندي واحد المشكل بسيط انا بغيت ان شاء الله داكشي اخر ما قدمته في اذاعه الامازيغيه كان بالريفيه وانا المشكل ماشي ريفي انا زناسي وكان في الريفيه وزناسي ما كان فيها والو ما مشكله ما علي ناس غادي نخدم شهر بعد الصباح كيجي من الله ما فهمتش هذا واش واحد المرايه انا مريض يوم هذه ما عليا ضرتني الدرسه وقلت شنو ندير شنو ندير مشيت للسبيطار لان السبيطار ديال المساكين السبيطار ديال الباطل كما كان معروف مازال مابقاش ديال الباطل كلشي بالفلوس مشيت للسبيطار بانوا لي بزاف ديال البيبان او السبيطار تبدل عليا مين غندخل مين غندخل بديت نسول اخي كما خليك راه ضرتني الدرسه مين غندخل قال شنو ولدي هذا الباب راه مكتوب عليه الفك العلوي والباب الثاني مكتوب عليه الفك السفلي قلت له عافاك الله يجازيك